شو وقت؟ شو جايب لي معك؟ هدية مشان بس اجي زورك وبارك لك رجع لك اياها. اقول لك لا هي لك خوت الي؟ ايه تنفجر شيء؟ لا ما تنفجر. طب شو هي يعني؟ هي صندوق صيني. ايوه صندوق صيني، شو بدي اسوي فيه؟ حطه عندك بالبيت بس حطه بمحل هيك يكون مرتب. وبرايك هيك بيت بينحط فيه هيك صندوق؟ هات لك هي فيها درج سري، تفتح هيك هيك وهيك، هون او هون بنحط رساله غرام. انت مرتفع حرارتك شيء عاصم؟ هلا اذا وحده قالت له لواحد نحن ما التقينا قبل هالمره، والا كنت تذكرتك اكيد. ما بتكون عم تغزله؟ ما فهمت عليك عيد. عاصم وحده التقت بواحد قال لها نحن التقينا قبل هلا، قالت له لا ما التقينا قبل هلا ابدا، والا كنت تذكرتك اكيد. هذا مغزل؟ هي مو بس عم تغازله، هي بتعرف تغازل كمان. طب اذا كانت الوحده هي متزوجه وعندها اولاد؟ بتكون ما قدرانه تقاوم سحرك. لك ويا ريت القصه انتهت على هون. كمل لشوف يا عريس يا جديد. لك شو دخل عريس بالموضوع هلا؟ كمل لنشوف وين وصلت القصه. يا سيدي ماري بالسوق بالسياره، طلعت هيك لقيت شغلة على الواجهة هيك عجبتني، هي هذا الصندوق. مليت حالي نازل وشعري هيك انتبه. أنا فعلا ما كنت ناوي اشتري الصندوق هاد أبدا. وقررت تهديني إياه؟ طبعا لا، بس بنفس اليوم اللي اشتريت فيه هذا الصندوق المسا بتجي لعنا. هي اللي قالت لك لو شفتك كنت تذكرتك؟ هي بالذات. شو اسمها؟ لأنه مو حلوة نضل نقول عنها هي وهي. لا يا زلمة شو اسمها ما اسمها. ما لك قبلان تقول اسمها؟ متزوجة. طيب خلينا نعتبر اسمها مثلا أمل على اسم أختي. لا ما يا زلمة شو فيلم هندي؟ أختك اسمها أمل؟ لك هي اسمها أمل عن جد؟ حلو يا سيدي. وبتجي أمل هي وجوز المسويات لعنا وبتجيب لي هدية نسخة بالأصل عن هالصندوق. حلو كتير. والأحلى بدك تضحك أكتر هلا، الأحلى صاحبك بيستنى حالاً لحتى تنام وبيسلحب شوي شوي المسويات بهالليل وبيمسك الصندوق وبيفتحه وبتلاقي رسالة حب منها. والله لحسن الحظ لا، بس والله يا عاصم كنت من قلبي متمني تكون كاتبت لي شي كلمة بقلبها. كانت صارت بتضحك كتير. لسه ما انتهيت. حنان أول مرة شافتها لأمل دغري حست إنه هي غريمتها وقالت لي نحن ما بنرد له زيارها أبدا. قلت لها خلص مثل ما بدك. بس أنت جاي عبالك تروح؟ الصراحة ايه، بس لا ما بدي روح، ماني حروح لحتى ما يطلع الموضوع من ايدي. مثل ما بتقولوا انتو الجراحين مسيطرين على الوضع تماما. هيك شي مو الصاحب الله. طيب و اذا طلع الموضوع من ايدك؟ لا خلاص عاصم انا ما عاد صغير، وبعدين فعلا انا ما بدي حنان تنزعج ابدا. صحيح كيفها؟ منيحة. لا هلا شايفتني عظيم وباخذ العقل. هسا بدك بحكي معها؟ لا اتركها لحالها وتبطل بعدين. ايوه ايه موجود دكتور، تليفون لك. بالله الو. اهلين دكتور. اهلين يا هلا. حكى معك دكتور كنان؟ أنا آسف يمكن عم نغلبك معك. لا تسلم. لا أكيد خلص أنا بحكي مع بيت الدكتور كنان وبنسق معه وإن شاء الله بنجي بنزوركم. عم نتشرف. لا لا والله خلص. شكرا كثير. سلم على المدام. مع السلامة. كيف وصلوا لهون؟
انا وين ما رحت بعطيهم خبر بالمستشفى مشان اتصلوا فيني يعني اذا صار شيء. وشو بدهم هلا؟ تدبرت مش الحال وراح يعطونا خبر قبل ما يجوا يهدوا. شلون؟ ممتاز. واللي دبرها دكتور سامي. مين الدكتور سامي؟ جوز الأمل. صرت جراح. ايش انت دكتور؟ ايه ما حكيت لحدا؟ لا انت اول وحدي. مبروك. الله يبارك فيك. موفق. شكرا. وانت كمان موفق. شكرا. شو لسه ما انتي؟ عم بستناك. تعشيت؟ ايه اكلت لقمتين عند عاصم. دريت امينه رح تتجوز. الله مين سعيد الحظ بقى؟ شب ادمي. إيه لازم يكون ادمي، غير ادمي ما بنعطيه. لكن رح تتركنا؟ قال إذا بتوافق إنه ما تنام عنا ما بتتركنا. والله أنا عن نفسي موافق يا حنان. الباقي عندك أنت، أنت بتخافي لما أنا بتأخر أو بغيب. لا ما لي شيء، أنا مبسوط له. إيه خلص لكن باركي لها. شوفيها إذا بيلزمها أي شيء ببيتها، إذا بينقصها أي شيء نحن نسد لها إياه ونعوضها إياه، إيه؟ عم تسمعيني؟ شبك ما عم تردي؟ يمكن أنا حامل. ها؟ يمكن يعني مالك متأكدة مايك؟ عملت تيست طلع إيجابي. مبروك. فكرتك رح تفرح. انت كل شي بعمله فكر انه رح يفرحك، بيوم ما بيفرحك. يا ربي حتى بهيك.
حنان انت صايره كثير نسوان، انا ما بحب هيك. فرحت مين قال لك ما فرحت؟ شو ضروري احلف لك يعني؟ لك ما قلت لك مبروك؟ شوفي انا زلمه عملي، عم فكر هلا انه لازم تشوفي طبيب مختص. بكره الصبح بتروحي معي على المستشفى، في عنا طبيبة شاطرة، خلي تفحصك ونشوف ونتأكد. ايه لك انا يعني والله لك انت صغيرة وخايفة عليكي، بكير تصيري ام. لو بتعرف قديش انا تعيسة، لو بتعرف قديش انا تعيسة. طيب خلاص خلاص انا اسف، إذا بريحك روحي على بيت أهلك. لا 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 تني روحي على بيت أهلك، والله بلاك أنا بموت، ما بدريش والله بموت. ولك أنا ما بدي إياكي تروحي، فهمتي؟ بس أنا إذا أنت فكرتي يعني أنا ما عم أدرس عليك يعني، بس أنا ما بدي إياك تروحي. شوفي أنا هلا انسي كل شيء، فكر بشيء واحد بس، الولد. إيه يعني هلا لا أمك ولا أبوك ولا حتى جوزك ولا حتى أختك ولا كل شيء بتعرفي بالحياة مهم، أهم شيء هلا الولد. بهذا بتفكري بس، حتنقي كتير وحتطلبي كتير، اطلبي قد ما بدك وشو ما بدك ونقي قد ما بدك، هلا أنت مسمح لك كل شيء. بنبدا من فوق ماما، بننزل هيك نص دائره بنطلع. ماما ما بنحط نقطه بالنص؟ بلا ماما، برافو عليك ليكا. ها يلا اعملي وحده لحالك. ايوه عين الدائره فين؟ برافو ماما. ماما ايه حبيبتي فرح حمام. يلا يلا كفي وحده لحالك. ايه تعي 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 يلا ماما يلا. ماما داني شوف مين. ماما عم بكتب. خليكي. الو شو عم تعملوا؟ سامي برجع بحكي معك بعدين، يلا باي. لا 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 قبل ما تسكري قليلي شو عم تعملوا، شو عم تسووا، شو الاخبار، شو في شو ما في؟ يا رب الحمام عم تعمل تواليت وداني عم يكتب الوظيفه، مطلوب انه يكتب 3 صفحات هلك. يا ماما خلصوا. ليك بحكي معك بعدين. ايه باي سامي باي. يلا ماما جاي. داني شو عم تعمل؟ ماما ما عم تفوت معي بالبيت. ماما مو من اول مره بزبط معك، بدك تقولي. ماما ليش هيك عملت بالدفتر؟ خربته. بدي دفتر جديد. طيب طول واحد من الدرج لبين ما احكي مع بابا، بس لا تبدا تكتب بدوني. ايه سامي. لك ايه حبيبتي، وين سكرتي ورحتي؟ قولي لي. قلت لك انه يا رب الحمام وداني عم يكتب الوظيفه، شو بدك؟ امولي حبيبي شبك؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ الله يعيني عليك، شو بدك؟ ما بدي شيء، بس مالي قلت بحكي معك شوي بسمع صوتك. ليش مو جايه على البيت اليوم؟ بلا ماما ايدي. الو امال. شو في ماما؟ قومي حبيبتي قومي. الو تعي ماما تعال احكي لك سبيشال. الو امال امول حبيبي عم تسمع. الو ورجيني ماما ورجيني، هاتي لشوف هاتي. الو عم تشعك شي؟ الو بوسه. الو صحيح امال. Thank you.
الجائزة الأولى للعزف المنفرد على البيانو تذهب للطالبة أمل الأحمد. لا الحمد لله وضعك ممتاز. الحمد لله على السلامة. هلا خلص صار فيك تطلع على البيت. بعد 3 ايام تمروا لعنا نكشف هالجرح ونملك الاطاب وخلص ماشي؟ دكتور اذا ضروري يبقى كمان يوم يومين ما عندي مشكلة. لا ما في داعي. خلص وضعك ممتاز كثير. دكتور خليني كمان يوم. ليش؟ يعني بتطمن اكثر. طيب هي انا مطمنك. بكفي؟ الجرح عم يلتئم باسرع مما لازم حتى وحرارتك طبيعية وضغطك ممتاز. يعني كأنك لا عملت عملية ولا شيء. دكتور يعني بيكون أحسن. إيه. مالك شو بحكي لنا سيد مجد. ليش بقى بدك تضل عنا بالمستشفى؟ شو معك مصاري زيادة يعني؟ محتار كيف تصرفها؟ لا. طب احكي لي ليش لكان؟ يعني أنا حاسس إنه لازم ضل. لازم ليش؟ مرحبا دكتور. أهلين. يلا عليك العافية. كان بده يخرجني اليوم. اليوم؟ بس أنا عم بقنعه يخليني لبكرة. يا رب يقتنع. يا رب. منيرة. نعم دكتور. هذا المريض بالغرفة هي شو قصته؟ ليش خير شو صاير؟ جيت بدي أخرجه وما رضي، ملزق، شو القصة؟ هي اللي قاعدة جوا عنده خطيبته صار لهم سنة خاطبين وأهلها معارضين قام قالوا لحالهم فرصة بنقعد مع بعض لحالنا. طب أهلهم كيف سامحين لهم هلا؟ يعني بعد العملية قالوا لحالهم في جرح وبنج ما رح يطلع من أمره شيء. فهمك كفاية دكتور. بس هلا صار منيح؟ مو كتير بقيان قطبة واحدة بس ملتهبة. عالجت له إياها بالأنتيبيوتيك؟ طبعا دكتور بصير. خلص ماشي ماشي خلص خليه نايم عنا اليوم. اعتذار حبيبة قلبي معلش اطلب منك طلب. خير ان شاء الله. فيك تساعديني اليوم لانه لحالي ما في حدا يساعدني. يو ليش وين الوفاء ابتسام؟ يا ستي ابتسام عنده مناوبة وفاء بالعناية المشددة قال ما فيها تترك ولا لحظة. طيب رح اسأل الدكتور بالشاشة. هلا فهميني قبل ما تسألي اليوم عندك عمليات ولا ما عندك؟ ليكني هلا خلصت رح دق له واساله بركي احتاجني. مين علينا هلا اعتدال رح يحتاجك على حظي. بركي اجتنا حالة اسعاف. ان شاء الله ما بتجي على طول اسألي. الو مرحبا دكتور. منيرة عندي عم تطلب مني اني ساعدها. شو؟ كل وحدة منهم مشغولة بشغلة. طيب ماشي يلا شكرا. انتظريني انتظريني رح غير والحق. ماشي حبيبتي. مرحبا صبايا. اهلا دكتوره. اعتدال انت مخلصه تمريض؟ طبعا دكتوره انا مساعده جراح. لك ليش بشوفك قاعده بالاستعلامات؟ شو بدي اعمل يا دكتوره ما كان في شواغر. كل ما اقدم على وظيفه بيكون بدهم خبره. ايه انا منين بده يصير عندي خبره؟ وهلا كيف شايفه حالك؟ ماشي الحال الحمد لله. يعني عم بعمل كل شيء صح بس لساتني خايفه بحس ايدي هيك عم ترجف. ولا يهمك كلياتنا بالاول كنا منخاف. يلا عن اذنكم. سيك معلم. هات يا رجال. ايه مخلل هات المخللات هات هات اثنين. هاي اثنين. هات. بطل. تصليحة. ايوه. تفضل سيدي. هاي صح.
السلام عليكم. عليكم السلام. عليك ثاني. تفضل تفضل شباب. اهلين وسهلين. يعني تفضل. وصل معلم. ايه لا تعيط. مرحبا دكتور. اهلا دكتوره تفضلي. خير بدك ياني. كيف وقتك اليوم؟ عادي. عندك شغل كثير؟ لا مو كثير، كأن الناس اليوم مو ناوية تولد أبدا. يمكن هذا الشيء من حظي، بدي إياكي تفحصي زوجتي حنان، يبدو إنه حامل. إيه تكرم عينك على عيني، إمتى ما بتحب؟ الساعة 11 منيح؟ كثير منيح، طبعاً نحن مو بس بدنا نفحص الحمل، وبدنا نعمل لها كل التحاليل كمان، مو هيك دكتور؟ أكيد كل شيء طبعاً، كل شيء كل شيء. إيه طيب، وقت بتجي احكي معي. إن شاء الله. يلا. دكتور، في موضوع بدي أحكي معك. بس أنا حاسة إنه ما لازم أحكي، وحاسة إنه ما لازم أسكت، وما لي عرفانة شو بدي أعمل. الموضوع بيتعلق بالمستشفى؟ إيه. طيب تفضل. الموضوع بيتعلق بالدكتورة نجوى. تفضلي تفضلي. هي الدكتورة نجوى صار عصبية كثير بهالفترة، ما هيك؟ خير إن شاء الله، شو القصة؟ أنا ماني جاي أحكي بمشكلتها. دكتور أنا محرجة كثير. حاسة حالي مثل ولاد المدارس يلي جايين يفسدوا على بعضهم البعض. هي كأنه عندها مشكلة ما هيك؟ هلا أنت دكتورة إذا مو حابة تفوتي بالتفاصيل، أنا كمان ما عندي مشكلة. أنا بيهمني بالدرجة الأولى سمعة المستشفى واللي عم يصير بالمستشفى وبس. وحتى الحكي إذا حابة تتفضلي تحكي لي مثل ما هو وبالتفاصيل رح يضل بيني وبينك، ما رح يطلع لبرا أبدا. دكتور تعليقاتها زايدة، وهذا الشيء بيسيء لسمعة المستشفى. فهمت، هي علقت انه انا خليت الدكتور فؤاد يعمل عملية ما هيك؟ فإذا في حدا غيري بيعرف هاي القصة؟ انا بحكي من تجربتي دكتورة، وبعرف شو ممكن يحكي الانسان وقت بيكون معصب. بعرف الشيء منيح. بس يبدو الدكتورة نجوى نسيت ان الدكتور فؤاد مختص بمشافي الدولة بالجراحة، وانا واقف جنبه بالاصل. كيف ممكن يكون الطبيب جراح إذا ما مارس الجراحة؟ الجراحة يا دكتورة بدها شجاعة، والشجاعة بدها تدريب. بس هي حكت إنه أهل المريض ممكن ما يقبلوا بهذا الشيء. أهل المريض بيهمهم مصلحة مريضهم، بيهمهم إن العملية تنجح وبس، ما بيهمهم مين عم يعمل العملية، بيهمهم إنه ما تصير أي انتكاسات أو أي ضعفات بعد العملية، هذا اللي بيهمهم. وقالت كمان انه بنت من الاستعلامات صارت مساعدة جراح. اعتدال بالاصل مساعدة جراح، وهذا اختصاصها. حتى تمريض هي ما اختصت فيه، اختصت مساعدة جراح، بس ما عندها خبرة. كيف ممكن الانسان يصير عنده خبرة اذا ما مارس الشغل؟ كيف؟ مزبوط، انا موافقة معك، بس ما حبيت هالتعليقات. ماشي خلص ماشي. أنا بشوف الموضوع. دكتور بس أرجوك. خلص خلص خلص، ولا يهمك ولا يهمك. يعني كاملين العمار؟ كاملين سيدي. تفضل تفضل، يلا يا شباب عجلوا، بدنا همة، يلا يلا بسرعة بسرعة. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أهلين دكتور. كيف الشغل؟ الشغل ماشي تمام، بس يا دكتور كل ما بيخلص النهار بقول أكيد بيجوا بكرة. أنا مثلك دكتور، بدنا شوية مصاري. ماشي زي اللي عندي على المكتب. ماشي يلا يا ماجد. وين دكتورة؟ مالي شايفته اليوم. ما رح تشوفي شي، الحمل أكيد وكله تمام. المرة الجاية بخليكي تتفرجي. وإمتى المرة الجاي؟ بعد شهر بيكون صار مثل السمكة. هلا ابني سمكة؟ هيك بيكون شكله. بكرة بتجي مشان تعملي التحاليل كلها بالمخبر اللي نحن بنتعامل معه. أي تحاليل؟ كل شيء. بدي إياكي تجي الصبح عري. ماشي. الدكتور عم يزعلك شيء؟ لا
حتى ولو زعلت انت لا تهتمي بشي، اهتمي بحالك وبس. مو هيك قال لي كمان؟ امشي خلينا نتمشى شوي. شو بدك؟ شو بدي احكي معك كلمتين؟ هلا في 100 واحد واقف هون بيعرفني، ما بدي يصير لي مشكله من وراك. ايه شو عم نعمل؟ ليش نحن؟ ما عم نعمل شيء. هذيك المرة جيت استنيتك هون وما حكيت شيء. ايه مو ضروري كل مرة يشوفونا مع بعض. بالله وانا كمان يا سيدتي مو كل مرة بفضى، ما بعرف ابدا بفضى من شغلي. ايه طيب ماشي امشي امشي. خلصنا بقى خلصنا، كل ما بدك تشوفيني بدك تبهدليني. بدي اياك تشتغل نفس الشغله سنه كامله، صعبه كثير هي بدون ما تعمل مشاكل مع اصحاب الشغل وتبطل وتمشي. بوقي خلص هلا اخي سعيد رح يدبر مصاري. امني لا يبقى يدبر مصاري ويفتح شغل، تبقى بتترك وبتروح لعنده. مين قالك بدي اترك؟ خلص بقى صابر، اصلا انا ما عندي وقت بدي ارجع على بيتي. اسمعي اقول لك شغله لكان، انا ما عاد افضل لاخر الاسبوع، ما عندي عطله. ايه نتشاوف على الموقع. وبركي شافون الناس. ايه ما بعرف. لا تعرفي لك انت، انا من زمان قلت لك انت ما بتحبيني، ما بتحبيني انت. لك لو ما بحبك ما بنترك 3 سنين. 3 سنين صار صح لك احسن يعني. ايه ايه قولي عليك ان شاء الله يا صابر، قولي عليك ان شاء الله، اصلا مو الحق عليك، لك الحق علي اللي برضى بحكي معك. خلص بطل بطل بطل. شو لسه مضايقة؟ أحسن شوي. بكرة سألت الدكتورة هدى شو لازم تاخدي أدوية. هو ما كتير منيح تاخدي حبوب وأدوية، بس يعني كمان مو حلوة تكون قاعدين مطعم وجوعانين نتعشى وما ناخد شيء، ما هيك؟ طيب أنا لسه ما خبرت أهلي. يا معلش بكير ما في مشكلة، لسه قدامك 7 شهور، لا تستعجلي. قالت لي لونيس المصارين عم يتخانقوا كتير. من جديد يعني؟ وقت ما تجوزنا. شو المشكلة بقى؟ ما في مشكلة، على كل شيء. انت حكيتي لهم شيء ليكون؟ شيء مثل شو؟ يعني؟ لا، عادة أنا ولونيس ما بنحكي لهم كل شيء. ايه الاولاد ما بيحكوا لاهاليهم. بتعرف شو عم فكر؟ شو؟ قول لحالي بركي انت بتحكي مع بابا. انا بدي احكي معه؟ يعني هن كثير بيحتضنوا. ابوكي ما رافع التلفي مع حدا حنان. بعدين شو بدي احكي معه انا؟ ما بعرف، إن قلت لحالي على الأقل أفهم شو صاير يعني. ستي إذا صار مناسبة بحكي، بس أنا ما رافض على الحديث. طيب يا اهلين ابو عزيز. اهلين الجماعه جايين بكره بالليل. وليش بالليل؟ مشان الدكتور ما يلحق يتصل بحدا. عفرم عليك، الك عنا وحده يا ابو عزيز. انت مفضل بس بترجاك ما. لا هيك بزعل منك اخي، اذا ما خفنا عليك ما بنخاف على حالنا، معقول صح ولا لا؟ ما في مشكله خاطرك. مع السلامه. مع السلامه يا امل. امل أمول؟ إيه ولك أمل؟ سامي شو بقى؟ بتعرف تعمل يمه ليارا؟ ما في تستنى شوي؟ لك وينك بقى صوتي؟ معك رقم الدكتور بشر؟ من إمتى يكون معي رقم بشر يعني؟
عمالك شو بك؟ ليه عصبتي؟ انت شو بدك منه؟ ما في شيء، شغلة رجال مع بعض. خذ رقمه من كنان. اي والله انت جبتيها، بس انت ما عندك فضول تعرفي شو فيه؟ بعرف، عشان قسم التجميل اللي عم بيعمره. الو؟ ايوه اهلين. شو هالحكي بالليل؟ طيب لا بتجيب كنان معك ما هيك؟ ماشي ماشي ماشي. لا لا سلامتك، شكرا شكرا دكتور، الله معك. انا بتصرف. ماشي الله معك، مع السلامه. مع السلامه. شوفي الو الو، جايين بكره بالليل هدول. شو عم تحكي؟ بالليل؟ ايه بالليل سيدي. شو يعني خطتك ما بتنجح غير بالنهار؟ والله وعدني بس. لا لا بس بس، انت قلت لي خبرك قبل بساعه، هي عم خبرك قبل ب 24 ساعه، منيحه؟ ليش البسبسه بقى؟ طيب طيب روق روق بس لا تعصب. ولك كيف ما اعصب يا زلمه؟ موضوع عم يتحمل برادتك هلا. طيب طيب بشوف. مو بتشوف. حاضر. بدك برا. شو هالمجنون هذا؟ بدك كيف بتسكر وانا ما خلص حكي لسا؟ بتشوف شو بصير معك وبتخبرني دغري. يلا. اتصل الدكتور سامي، قال لي انه جايين جماعة الهند بكرة. يا والدكتور سامي شو دخله؟ كنان ما قال لي انه سامي ايده طايلة وبيعرف كثير ناس. ليكو طلع معه حال؟ ما خبرني قبله ب 24 ساعة؟ ذكرتيني والله. مهندس مروان مرحبا، كيفك؟ ليك الجماعة بكره جايين يهدوا، ايه اكيد. بدي اياك تجي وتجيب معك كل الخرائط، كل المستندات، كل شيء فيه رخص عنا قانونية بتجيبها معك. هلا فاهم علي شو عم اقول لك؟ حتى العمال خليهم يتأخروا قد ما كان على حسابي، معلش أخرهم لأنه بجوز يتأخروا هن بالليل. إمتى ما بدهم يجي يهدوا يجوا، معلش أنت عمال اطلع اقول لك. يلا يلا الله معك، ما في مشكلة، مع السلامة. صار لازم عشاء، خلي أمينة تحط لنا عشاء. أعزائي مشاهدي برنامج الصحة والحياة، أهلا بكم في ورشة بناء القسم التجميلي التابع لمشفى البشر. ومثل ما بتعرفوا مشفى البشر من أهم المشافي بالقطر، وبصرنا نلتقي الدكتور بشر البنا مدير المشروع. مرحبا دكتور. يا أهلا وسهلا دكتور. برأيك أنه البلد بحاجة للجراحة التجميلية؟ سيدي الكريم، الجراحة التجميلية مو مثل ما بيتبادر للذهن أول ما واحد بيسمع هالكلمة إنه هي يعني إزالة تجاعيد وإعادة شباب وشد ونفخ وشفط والشغلات هاي اللي بيعرفوها الناس. يعني مع إنه نحن حنقوم بالعمليات أكيد، لكن كمان هي بدنا ننظر المسألة من ناحية تانية. يعني في حروق، في إصابات بليغة، في حوادث سير، في تشوهات كتير بالحياة ممكن تمنع الإنسان عن حياته الطبيعية. صح، بس لما مشفى خاص بيهتم بالجراحة التجميلية أكيد ما بيكون هدفه إنقاذ البشرية. يا سيدي إذا بدك تفكر بالنتائج بدك تختار بأنه تكون هالنتائج غاية الربح وبس، وبين أنه هالنتائج هاي ممكن تحمل مع الربح يعني غايات نبيلة. طبعاً نحن ما لنا مشفى حكومي وإمكانياتنا كتير متواضعة بالقياس لإمكانيات الدولة والحكومة، وهالنوع من العمليات بالذات يمكن يكون واجهة للطمع والربح بنظر الناس، لكن كمان في له فوائد بنظر الناس تانيين. هلا إذا فكرنا بالمصاري لحالها كمان ممكن نفكر بناحية إيجابية للقصة، ممكن نجيب مصاري للبلد عن طريق هالعمليات أو عن طريق ابتداء هذا النوع من الأقسام الطبية والتجميلية أو غيرها. كمان خلينا نفكر بطريقة ثانية، إنه نحن عنا أسعار منافسة، يعني كل الدول في العالم أسعار هذا النوع من العمليات كتير عالية، ونحن بالقياس لهي الأسعار بعتقد نحن الأفضل بدون منازع. إيه سيدي شو بتقول؟ بهدوا ولا ما بهدوا؟ أنا بقول بيهدوا. لا لا ما بيهدوا. بتشارط؟ ايه بشارط.
من 100 ليرة ل 100 ليرة. الدكتور يبدو انه احلامكم كثير كبيرة. لا بالعكس تماما صدقني، يعني هلا انا اذا كنت عم فكر بطريقة اجلب فيها الاموال العربية ولا الاجنبية للاستثمار بداخل البلد بكون عم بحلم. اوعى هيك. مرحبا. اهلا. بدنا نشوف الدكتور بشر. انا دكتور بشر. معانا اذن بالهدم. ممكن نشوفه؟ تفضل. اكيد الدكتور مخالف وقال ما اجوا يهدموا. دائما النوايا الطيبة ترتكب مخالفات. لحظة لحظة اذا بتريد والله لحظة. مهندس مروان؟ انا هون دكتور. تفضل لو سمحت. شوف لي بالله شو القصة. دكتور مكتوب هون انه نحن مخالفين. بشو مخالفين؟ عم يقولوا الأعمدة ما بتتحمل طابق زيادة. يا أستاذ مروان أنا مالي مهندس ولا بفهم الأعمدة بتتحمل ولا ما بتتحمل. طول بالك دكتور، المشفى أساساته بتتحمل طابقين ونحن معمرين بس طابق. أنا ما بفهمش، معي أمر إزالة، بيقولوا لي اهدم بهدم، بيقولوا لي وقف وقف. طبعاً الشرطي ما له علاقة إذا كان الدكتور مخالف ولا لا، بس كان لازم تتأكدوا بالأول. أنا ما بفهمش، معي أمر إزالة، وقم لي هالكاميرا من هون. خليك عم صبر، فرضنا هديته وطلع الدكتور مو مخالف، معلمك رح يكون مبسوط كتير. أنا برأيي حتى ما يصير مشاكل خلينا نطلع على تقرير لجنة الهندسة واختبار الأعمدة. تفضل أشوف. على عيني دكتور، وإذا أنا مخالف ترفع علي دعوة بتحطني بالسجن. شرف. تفضل أقرأ. طيب استنوني هون شباب. حول حول. احترامي سيدي. نفذتوا؟ سيدي ما لقيناش مخالفة. انتوا ما دخلكم؟ بعرف سيدي ما لناش دخل، بس يا سيدي انا شفت بعيني وقريت تقرير الهندسي. عمل لك ما دخلكم، بتهدوا بس. حاضر حاضر يا سيدي. كلهم هيك بيقولوا. بعرف يا سيدي بعرف. ما في حدا ما بيخالف. سيدي بعرف انه ما فيش حدا ما بيخالف. إيه لكان؟ بس يا سيدي هي بالذات ما فيهاش مخالفة. بتهدوا خلاص، شوف شغلك. حاضر يا سيدي بنهدمها يا سيدي. يلا مثل ما عم لك. سيدي بس في كاميرات من التلفزيون عم تصور. شو عم تحكي؟ انت متأكد؟ اي سيدي اي، مجموعة من التلفزيون عم تصور. شو عم يصوروا؟ كل اشي يا سيدي كل اشي. من ايمتى؟ من وقت ما اجينا يا سيدي. العمى وصلت القصة للتلفزيون. سيدي نكمل هدم؟ لا لا خذ جماعتك وروحوا فورا. حاضر حاضر سيدي حاضر. احترامي يا سيدي. شرطة الحقوني يلا كل على السيارات. تفضلوا. إلك معنا 100 ليرة يا هذا. لك إلك معنا شندي هات لهون. محلك تعرفني أنا رجل متفائل. طيب أعطيني إجرة التاكسي. شو رأيك دكتور؟ بيرجعوا ولا ما بيرجعوا؟ يعني ممكن. والله بهالبلد كل شيء ممكن. أعزائي المشاهدين طبعاً نحن وأنتوا بنتمنى أنه ما يرجعوا مشان يكتمل بناء القسم التجميلي. والسؤال عنكم بيرجعوا ولا ما بيرجعوا؟ إيه سيدي بتراهني أنه بيرجعوا. شاريت؟ شاريت. المية اللي أخذتها وفوق مية. نفس المية؟ نفس المية. ما رح يرجعوا. بيرجعوا. تعال يلا. يعني كسبنا الجولة الأولى بس هلا. ليش معقول يرجعوا مرة تانية؟ والله كل شيء معقول. المهم كيفك أنت؟
ماشي الحال منيح. صار معك شي اليوم؟ لا راجعت بس اربع مرات. بس؟ الدكتورة هدى حكت لي على وحدة كانت بنهار واحد استفرغ 15 مرة من اول الحمل لاخره. بكل الاحوال نعتبر انه حالتك هي استثنائية. يعني الوحام تبعك حيكون بس 3 اشهر الاولانيات. ان شاء الله. هلا انا بدي احكي لك شغلة بس ما بدي اياك تزعلي. شوفي. لا ما في شي شغلة هيك. اليوم كان عندي الدكتور كنان والدكتور سامي كانوا عندي بالشغل، بعدين طلعنا اتعشينا مع بعض وصار حديث هيك، والدكتور سامي بصراحة قال لك انه صار دورنا نروح لعندهم. ايه انا بصراحة ما قدرت اقول له لا، خصوصي بعد الشيء اللي قدم لي اياه. حنان انقذ لي شغلي الزلمة، بقى هالمرة بنروح. خلص ما بدك بروح لحالي. تجع بالك تروح لحالك مو؟ حنان أنا مشانك. لا معلش بروح. طيب خلص هاي القصة اتفقنا. هلا معلش السؤال؟ سألي. ما في غير سامي يخدمك بهالشغلات؟ ما فهمت. ما في شي سلامتك. والله يا عمي ابو سليم ما بعرف شو بدي اقول لك. ما بعرف اذا الدكتور رح يعمل العمليه او لا. وضع الرئتين جدا خطير. طيب مين منكم بيحذر شو برجه لبشر؟ امل تحذر اكيد. العقرب ما في غيره. بس انا ما بلدغه. الله اعلم. حزري؟ لك ارحموني يا ناس، الله قلبي ما يتقطع وقت بدخل على البيت وبشوفه ملقوح بهالتخ. والله بأنه غرفة حطيته؟ حطيته فوق، قلت لحالي اريح له. حطيته لحاله هاي؟ ايه. يلا احسن معلش. طيب وإذا مات المريض؟ وسمعتك رح تنمسح بالأرض. ما بتصور. لا تصور وبتشوف. إنسان مغرور ونرجسي. واكبر دليل على هذا الشيء انك لما بدك تتجوز رحت تجوزت وحده مراهقه مشان تثبت لحالك انك شغله كبيره.